مشهد اعتاد عليه أهالي تلك المناطق، مناطق شمالية بعقوبة مركز محافظة ديالى التي تفتقر لوجود قوات أمنية كافية تساعد الأهالي في الوقوف ضد الهجمات الإرهابية المتكررة من قبل تنظيم داعش، سيما وأن تلك القرى والمناطق البعيدة عن المدينة تشهد تواجدا لعناصر داعش الإرهابي بشكل مستمر. البارحة بالليل صار تعرض، بداية العشاء يعني تقريبا الساعة 8:30 صار تعرض على قتل البكر، فمن صار تعرض على القرية من قبل داعش طينا 3 شهداء العفو وأربع جرحى، صارت مقاومة بيننا وبين داعش، بس لحد الآن اسماء على الحشد ما طالعة وما لهم أي رواتب، هم يلزمون واجبات واكو تقصير من جهات الأمنية، اكو تقصير هواي. ومنذ عودة الأهالي إلى قراهم في ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص بعد عمليات التحرير، باتت حماية تلك المناطق أو القرى مسؤولية الأهالي لعدم وجود قوات أمنية كافية تحد من تلك الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات من سكان تلك المناطق، مشكلين أفواجاً عشائرية تطوعية في أمل إدراجها ضمن تشكيلات الحشد العشائري. وصلنا الخبر بالليل، من صار الخبر بالليل الناس فزعت رشاشات وكذا، قوة اسناد لهم، فناس طلعت وناس جت للمستشفيات والإسعافات اشتغلت، جينا لقينا بالمستشفى حولونا الخالص. المنطقة كلها بالنسبة من رجعت لحد الآن واجبات ويقلبون وبدون رواتب. مطالبات عشائرية للحكومة بتوفير أفواج عسكرية تكون من ضمن تشكيلاتها من أبناء العشائر تقوم بعمليات أمنية للقضاء على بقايا التنظيم الإرهابي الذي يتخذ تلك المناطق ملاذا له ويجعل منها نقطة لاستهداف مناطق أخرى في المحافظة.